أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ثبت أن الله عز وجل غفر لأهل بدر رضي الله عنهم؟ نعم، في الصحيح أن الله جل وعلا نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا في الصحيح. ولما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ما حصل من الاجتهاد الخاطئ واعتذر وبين أنه ليس فيه نفاق ولا شك، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل معذرته وقال صدق. ولما أراد بعض الصحابة أو طلب من الرسول أن يأذن له بقتله قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان حاطب من أهل بدر. نعم، رضي الله عنه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.